أنا أخالفك تماما في هذه الفكرة. ما في حتى التطور في الجيش الجزائري. أولا الإحصائيات نفسها هي تقول بعد ما كنا في السبعينات يطيحنا طيارة في العشر سنين، ولو يطيحنا زوج طيارات في السنة، وين راك تشوف وين رانا نشوفه يعني في التقدم؟ لما تشوف أنت مثلا في 2023 ما زالوا يخرجوا الجنود بالبلاط يطفيوا النار، مانيش عارف أنا وش هي هذا التقدم. لما تشوف يعني الدول المحيطة بينا أصبحت يعني تضحك على الجزائر، يجي حفتر يهددهم، يجي قويطة من هذاك يهددهم. أربي السلامة يا ربي السلامة، داروا إحصائية لقوا الجزائر أقوى جيش في المنطقة، كل عام الخردة الروسية كطيحة بوحدها، ها مروحية طاحت هنا، طائرة عسكرية طاحت هنا، ها سوخوي طاح هنا، ومالكم على حالكم؟ واش كيديروا بهم؟ مع من هما مدابزين؟ ما مدابزين مع حد، عام عبوا بوحدهم كيترطاو كيطيحوا ديك الطائرات، وكيمشيو يهزوا الدنانير من القصر المرادية ويمشيو يشريو به وحدة أخرى، جيبهم ثاني دور بهم هنا طايح وحدة أخرى ناجح، مشاو هزوا الفلوس جابوا، مالكم على حالكم؟ ها أقوى جيش في المنطقة مالكم؟ المغربي اللي جاب الدرون راه دايرة خدمتها، راه اللي دخل المنطقة العازلة ما كيولي يخرج، وانتوما قاصين كتجيبوا هذا السلاح هذا وكيطيحها بوحدهم مالكم على حاجه؟ احصائيه قال لك كل عام طايحين جوج ثلاثه. هذه مروحيه بشات، هذه طائره عسكريه بشات، لا من يحاسب لا من كينعاهز الدنانير من القصر المراديه وسير. مقدم البرنامج بغى يدير فيها واعر قال له ولكن راه درنا تطور كبير، قالوا درنا التكوين على الاعلى مستوى اللهم بارك، ولو عندنا اساتذه في الطيران. قالوا هذو اللي كيطيحوا بوحدهم مالهم؟ شكون طيحهم؟ كل عام قاتل الجيش ديال عباد الله. قالوا لنا يجدر ولاش كتشدد علينا؟ مالك كتشدد علينا حفشر يشد كل شيء، عرفنا ما مساويين والو. قالوا راه جيراننا زين ضحكوا علينا. ما ضحكناش يا سيدي، ما ضحكنا عليكم لا والو، ابيناشكم الكراغيله. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. نخليكم مع التقرير، احنا ما قلنا والو يا سيدي، قناه جزائريه محللين جزائريين هم اللي قالوا اقهرتونا باقوى جيش في المنطقه. افلا خرجينا كنقلبوا كنلقاو كل مره طايحه الطياره بوحدها، مالها قالك عبو حدا طاحت مشى قطعه ديال عباد الله ماجد الله يرحمها. هاي 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 لا اقوى جيش في المنطقه، مع من مدابز الله اعلم. غرقها وزيد اش نقريحه، غرقها وزيد. خليكم مع التقرير كيف العاده، ما تنساوش لايك ولنا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اعلنت وزاره الدفاع الجزائريه في بيان لها فتح تحقيق لمعرفه اسباب وملابسات حادث سقوط مروحيه عسكريه ليله الاربعاء الماضي بالقرب من مطار المنيعه غرب الجزائر. وقال بيان الوزاره انه اثناء القيام بطلعه تدريبيه ليليه مبرمجه سقطت ليلة السابع من فيفري 2024 في حدود الساعة التاسعة ليلا حوامة عسكرية قتالية من نوع MI171 تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة كما أسلفنا. هذا المطار التابع للناحية العسكرية الرابعة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من 3 أفراد. وأعلنت صحف جزائرية أن الأمر يتعلق بثلاثة ضباط وهم العقيد عمار رضا والمقدم أو المقدم جلال ياسين والرقيب المتقاعد بالغربي محمد. وشهدت الجزائر حوادث متكررة لسقوط طائرات عسكرية خلال العقدين الماضيين، وغالبا ما يتم تحميل الأسباب التقنية لتلك الحوادث أسباب لم يتم الكشف عنها للرأي العام أو عن تفاصيلها لحد الآن. وكان أثقل أو من بين أثقل تلك الحوادث وأثقلها فعلا حصيلة تحطم طائرة عسكرية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بوفريك العسكري قريب من العاصمة بعدما فقد قائدها السيطرة عليها بسبب عطل فني وأخفق في محاولة العودة بها إلى المطار، مما أدى إلى سقوطها في حقل زراعي واستشهاد 257 راكبا كانوا على متنها أغلبهم من العسكريين وأفراد من عائلاتهم. وكان ذلك في 11 من شهر أبريل 2018. نتابع في هذا التقرير أبرز أحداث سقوط مروحيات وطائرات جزائرية خلال السنوات الماضية، ثم نبدأ النقاش
في بعض الأسئلة الملحة التي طرحها الرأي العام وطرحها الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند سماعهم بخبر سقوط المروحية العسكرية الأخيرة. نتابع. أبرز حوادث الطيران العسكري في الجزائر. 7 فبراير 2024، سقوط مروحية عسكرية من نوع مي 171 بضواحي مطار المنيعة واستشهاد كل طاقمها. 11 أبريل 2018، سقوط طائرة عسكرية بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري بسبب عطل فني ومقتل 257 راكبا. 22 ماي 2017، تحطم طائرة عسكرية في منطقة حمر العين بتيبازا خلفت مقتل 3 من طاقم الطائرة. 27 مارس 2016، تحطم مروحة عسكرية مي 171 ناقلة للجنود بولاية أدرار ومقتل 12 عسكريا. 20 أبريل 2015، تحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية في ولاية إليزي ومقتل 2 من طاقمها. 11 نوفمبر 2014، تحطم مقاتلة من نوع ميج 25 تابعة للقوات الجوية الجزائرية أثناء تدريب عسكري من دون خسائر بشرية. 11 أكتوبر 2014، تحطم طائرة عسكرية من نوع سوخوي 24 تابعة للقوات الجوية الجزائرية في منطقة حاسي بحبح بالجلفة ومقتل طاقمها. 11 فبراير 2014، تحطم طائرة عسكرية من نوع هيركولسي 130 في أم البواقي ومقتل 102 من ركابها. 10 ديسمبر 2012، اصطدام طائرتين عسكريتين في الجو قرب مدينة المسان ومقتل قائديهما. نوفمبر 2012، تحطم طائرة عسكرية من طراز C-130 عقب إقلاعها بقليل من قاعدة جوية قرب بوفاريك ومقتل 6 أشخاص. 13 أوت 2006، تحطم طائرة من طراز لوكهايد L-100 هيركول قرب مدينة بيتشينزا في إيطاليا وقتل 3 من طاقمها. مارس 2003، تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بعد إقلاعها من مدينة تمرس ومقتل 97 راكبا و6 من أفراد طاقمها. 21 ديسمبر 1994، سقوط طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية قرب مطار كوفنتري في بريطانيا ومقتل 5 من أفراد طاقمها. 24 جونفي 1979، تحطم طائرة من طراز ايروسبيسيال N-262 قبل وصولها مطار بشار جنوبية البلاد ومقتل 14 راكبا. 11 أبريل 1967، تحطم طائرة من طراز دوغلاس TC-4 عند اقترابها من مطار حاج باي أخامو بتمرست ومقتل كل ركابها. إذن هنا لما تشوف قضية العسكر والدولة، الدول كل الدول عندها جيوش. في الجزائر العسكر عنده جيش وعنده دولة، لأنه إحنا في الجزائر العسكر زي والجيش جي والجيش شيء آخر. ولذلك أنا دائما أعترض على استعمال كلمة المؤسسة العسكرية. هذه ميليشيا تاع الجنرالات هي اللي حبت تهذب هذه الكلمة حتى الناس تقبلها وتولي المنتجة. قلنا تحفظ على قضية الميليشيا، يعني ليست ميليشيا، قل هي منظومة داخل منظومة. لا، أنا أتحمل وأزن جيدا كلامي، وهذا كلامي وليس لا يحسب على القناة، يعني هذا كلامي أنا. لأنه لا جيت لك لهذا الشيء، لأنه ما فيهش مؤسسة بالمعنى نتاع المؤسسة. المؤسسة عندها ميزانية وعندها محاسبة وعندها يعني روند، يعني حساب، يعني تحاسب واش دارت واش ما دارت واش صرفت واش ما صرفت. هذا هو المعنى تاع المؤسسة، وهذا لا ينطبق على العسكر في الجزائر. إذن أنا كلامي يعني صحيح وكلام يعني مؤسس وليس كلام يعني عاطفي أو شعبوي. هي ليست مؤسسة لأنه لا تنطبق عليها يعني شروط المؤسسة. اللي يدير قانون ويقول لك أنا نأخذ الأموال، واحد وخمسة واربعين مليون واحد ما يقدرش يقول لي وين اديت الأموال. ولذلك لما أنا تاني نحكي على الميزانية قلت أنه 20 أو 22 مليار دولار اللي يديوها الجنرالات، أنا ما نقولش الجيش، اللي يديوها الجنرالات، هذا سطو مسلح بالقوة على الخزينة وليست ميزانية لمؤسسة العسكر. لكن كل وزارات الدفاع في العالم عندها ميزانيات للتسليح. والحقيقة الأخرى أنه فعلا السساد أنه جيشنا تطور يعني عددا وعدة خلال السنوات القادمة السنوات الماضية عفوا، يعني نحتاج إلى جيش قوي. وأكيد هناك مليارات صرفت على التكوين
والتجهيز لهذا الجيش، لا يمكن إنكار ذلك، ليس كذلك؟ لا، أنا أخالفك تماما في هذه الفكرة. ما في حتى التطور في الجيش الجزائري. أولا الإحصائيات نفسها هي تقول بعد ما كنا في السبعينات تطيحنا طيارة في العشر سنين، ولو يطيحونا زوج طيارات في السنة، وين راك تشوف؟ وين رانا نشوفوا يعني في التقدم؟ لما تشوف أنت مثلا في 2023 ما زالوا يخرجوا الجنود بالبلاط يطفيوا النار، مانيش عارف انا واش انهي هذا التقدم. لما تشوف يعني الدول المحيطه بنا اصبحت يعني تضحك على الجزائر، يجي يعني يجي حفتر يهددهم، يجي قويطه من هذاك يهددهم. لما تشوف يعني 40 جنرال من قاده من كبار القاده في السجن، لما تشوف الهمله اللي راهي موجوده في العسكر. انا نقول لك الناس تحكي على حوادث الطائرات، كائن طائرات قبل الإقلاع يتصران بحوادث، وهذو ما همش محسوبين كامل في الإحصاء. كاين حوادث، أنا عندي معلومات حوادث تاع الباراشيتيزم تاع المظليين، أنه لما يجيوا يطربوا المظلات تاعهم ما يتفتحوش ويموتوا. والمشكل أو هذو ما يتكلموش عليهم، والمشكل أنه جنود يعني ماتوا بسبب هذه الحوادث المظليين. المشكل أنه المواليه والأهل يكتبوا له في الدوسي أنه مات في حادث سير، وما يقولوش الحقيقة حتى أنه المظلة تاعه ما تفتحش. ونزيد نقول لك الأغرب من ذلك، فيه عائلة وممكن تكون عدة عائلات، أنا عندي علم بعائلة واحدة بنهم مات كمظلي ما تفتحتلوش المظلة، حطوله في الملف تاعه أنه انتحر. يعني بالإضافة إلى أنهم حرموا العائلة من حقوقها، زادوا عملوا يعني مشكل بسيكولوجي ومشكل نفساني للعائلة، وبقات هذيك العائلة دائما تفكر في ابنها المنتحر. إذن الكوارث ليس فقط التي نرى، صحيح أن الدول كلها عندها جيوش، لكن هذه الجيوش تأخذ ميزانية تقرها الدولة، لكن إحنا العكس، الدولة تأخذ ميزانية يقرها العسكر. وليت يا ريت جا هو الجيش، ولكن فقط يعني هذو جماعة الجنرالات اللي نسميهم أنا ميليشيا، وهذا هو الاسم الحقيقي نتاعهم، لأنهم لا يتصرفون كجيش، لأنهم لا يتصرفون كمؤسسة. يا ريت احنا نشوفوهم يتصرفوا كمؤسسة، لأن المؤسسة لما يموت فيها واحد على الأقل يقولوا لمواليه باش مات، على الأقل يقولوا لمواليه يعطيوا له حقوقهم. أنت تشوف يعني واحد مظلي يموت يحطوا له انتحر، هذا ماهوش مؤسسة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مخرج لي بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.